يسمى الزول مقران. تحية كبيرة 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 إلى الأمازيغ الأحرار، الشوية الفحولة، إلى القبائل الفحولة، إلى كل الأمازيغ، المزابيين، التوارق، الشناوة، إلى كل الأحرار في مش غير عندنا حنا في الجزائر، ما سور لو موند اونتي. ألوغ أنا في هذا الفيديو هذه إلي تو دابور 16h37، إلي 16h37. Donc aujourd'hui, bien sûr, nous sommes le 3 avril 2022. Fi hada la vidéo, rah njawb wahed sida ismouha wazirat athqafa wal funun. Souria moulji wala moulji wala moulouji wala ma ala baliش. وهي راهي وزيرة الثقافة. يا اخي ثقافة يا اخي عندنا في الجزائر. ها هي وزيرة الثقافة. هذا يجيب هذا. هذا يجيب هذا. باش تعرفوا. على كل حال هذه الأخت هذه عينها رئيس الجمهورية كما قال واحد أصبحت اليوم حتى هي هزة السلاح وتحارب في الأمازيغ وتحارب في ولاد الجزائر وتحب باش كما قال واحد ديما يبقاو هذو كيما اسمو العروبيين هذو لي ديسوندون تاع الناس اللي احتلونا الاحفاد هذه حفيده نتاع الناس اللي احتلونا اليوم راهي قاعده في بلادنا تاكل في بلادنا وتشرب في بلادنا وتحكم فينا وما زالت تحارب في الامازيغيه وتحارب في في في, في الامازيغ وتقول باللي لازم العربيه تبقى هي اللغه الوحيده وما نعرفوش وما نعرفوش الور على حساب واحد الجريده نتاع العربيه وعلى حساب واش قالت لك وجهت وزيره الثقافه والفنون سوريا مولوجي مذكره الى اطارات القطاع ومدراء المؤسسات تحت الوصيه او الوصايا ولا ما باليش تخص تعميم استعمال اللغه العربيه هاكم تشوفوا ونصت المذكرة على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات الضرورية
مع المصالح الاداريه لضمان تنفيذ تعليم الوزيره. والله راح نقول كلمه والله العظيم غير يعني احتراما للناس اللي قاعده تسمع فيا ما نقولهاش، نحكم تروحي وما نقولهاش. اي زيرو زيرو الناس يقولوا انت باش متادب وانا متادب وشوار، كي نسمع الناس كيما هذه نسمع واحده كيما هذه وان شاء الله تلحقها لا فيديو نتاعي وتسمعها ان شاء الله تسمعها. كما اكد وجاء في النص المذكور تنفيذ لاحكام الدستور لا سيما نص الماده الثانيه منه، وكذا قانون 50/91 المؤرخ في 16 جونفي 91 المتضمن تعميم استعمال اللغه العربيه المعدل والمتمم يطلب منكم كل فيما يخص التقييد التزام باستثناء حالة الضرورة المبررة باستعمال اللغة العربية في كل أعمال الاتصال والتسيير الإدارة والمالي والتقني والفني، إضافة إلى تحرير كل وثائق والممارسات الإدارية والتقارير المحاضرة. كما أضافت المذكرة في نفس السياق فإن كل المناقشات والمداولات في الاجتماعات الرسمية والملتقيات والندوات والتظاهرات لابد أن تكون باللغة العربية باستثناء الدولية منها، فإنه يمكن استعمال اللغات الأجنبية إلى جانب اللغة العربية. وأكدت الوزيرة في الأخير إلى أنها تولي الأهمية القصوى لتنفيذ الصارم هذه المراسلة، وكانت مراسلة هنا مديرة رقم 76 ومسنية في مش حتى بين الدفتر نتاعها، النيميرو نتاعها ما كانش، مانيش فاهم اسكو هذه وثيقة رسمية ولا ماهيش رسمية. على كل حال أنا نحب نجاوبها الأخت هذه ونقول لها هي يعني واش نقول لكم، هي الأخت هذه نورمالمون هي خاطية، هي نورمالمون الناس اللي حاكمين الدولة اللي قاعدين يسيروا في الدولة اللي هما اللي مسؤولين على كل شيء، هي ما تتكلمش خلاص على الأمازيغية. ما تقولوش علاش ما تتكلميش على الأمازيغية وتقولي لازمكم تعموا الأمازيغية ولازم سيرتو انت يا وزيرة الثقافة الأمازيغية انت تنحيها تمسحيها ماهيش لغتك، ماهيش لغتك انت، انت لغتك العربية، انت جيتي من كيف اسمه من شبه الجزيرة العربية، جابوك الناس اللي احتلونا وحطوك لهنايا، واليوم هذا يجيب هذا على راس الدولة حاكمينها إلا هذا الديسوندون تاع الناس اللي جاوا احتلوا الجزائر ولادهم هما انت ما تكلميش خلاص على الأمازيغية لغة الوطن ولغة الجزائر، انت ما تذكريهاش خلاص، ما تذكريهاش خلاص، ولازمك نستعملوا اللغة العربية كيما درتوا كيما تقولي انت المادة 2 المادة 2 كيما اسمه اللغة العربية هي لغة الدولة. معليش كذا اللغة العربية لغة الدولة، وحنا لغتنا احنا الأمازيغية ولغة من مال لغة من كيعاد الدولة هي لغتها العربية، وحنا وين هي اللغة نتاعنا؟ وين هي الدولة نتاعنا احنا الأمازيغ؟ مازالت ما كانش، سي نورمال عندكم الحق، بس هذه الدولة الأمازيغية غايبة، احنا رانا مستعمرين، كنا مستعمرين من 500 واش لليوم بهذا الاستعمار هذا العروبي. اسمحوا لي هذا هي الحقيقة، خاطرش حنا كاين انتوما تبداو فونو بروفوكي وحنا نجاوبوكم، انتوما توليو تقولوا لنا انتوما راكم كيف اسمه عنصريين، راكم عنصريين. بس هذا هو الجواب، الجواب هو اننا ماناش عنصريين، الجواب هو اننا اللغة نتاعنا الرسمية والواحدة هي الأمازيغية وماهيش العربية. إذا حبيتي يا الوزيرة تكوني وزيرة، روحي كوني وزيرة في السعودية وديري العربية كما بغيتي، روحي ديريها في اليمن، روحي ديريها في شبه الجزيرة العربية هذه، روحي ديريها ثما وكوني وزيرة ثما وديري. أنا نسفخ لك ونقول لك بارك الله فيك برافو، باسكو نتوما عرب، بصح ما تجيش لهنا عندنا حنايا الأمازيغ تاكلي في الغلة وتسبي في الملة، انتي وجماعتك اللي تسيروا في الدولة عيب عليكم، عيب عليكم، وانتوما اللي رايحين توصلوا للبلاد تقسم وراي جاية باش نتفاهموا مليح. احنا عمرنا ما ندعو للعنف، وعمرنا ما ندعو للانقسام، وعمرنا ما ندعو حتى لحاجة، بصح اللي صبري حدود، ساعة يخرج علينا وزير الرياضة، ساعة يخرج علينا وزير التجارة، ساعة يخرج علينا هزوا باجاجكم وطيروا من الجزائر، روحوا لبلادكم، روحوا لبلادكم اذا فيكم شويه شويه نتاع اصل. انا ما نقدرش نروح اليوم كيف اسمه نمشي للسعوديه ونقول لهم
حطوا الامازيغيه هي اللغه الرسميه، ما نقدرش انا نهشم. ولو كان نكون عايش في السعوديه ونكره العربيه ونكره العرب، نهز لا فاليز تاعي ونمشي. انتوما بروني فو فاليز ديكاجي تشينو. نقولها لكم هاك، بعد الناس اللي تكره الامازيغ والناس اللي تكره الامازيغيه والناس اللي تحب تحكمنا ديما نبقاو مستعمرين، هزوا بقاشكم وطيروا من الجزائر. خاطش جاي النهار اللي نوصلوكم كيما قال واحد انتي بعد هذه وزاره الثقافه هذه اللي جات وزيره باراكسيدون، هذه بعد يجي النهار اللي نحيو لك الجنسيه الجزائريه مادام تكرهي الامازيغ وتكرهي الامازيغيه، نحيو لك الجنسيه الجزائريه انتي ومثالك ونبعثوكم للسعوديه. اذا ما حبش تخبركم السعوديه ولا اليمن، نعطيكم لو اش سي كيما يسموا لو كوميتي دي ريفوجي، لو اش سي هو يتحمل مسؤوليته معكم. خاطرش حنا ماناش نبقاو مستعمرين طول حياتنا، سبحان الله العظيم ماناش نبقاو مستعمرين طول حياتنا. حنا رانا في بلادنا نتكلموا واش نحبوا ونكتبوا واش نحبوا، نكتبوا حتى بالعبريه ما تسالوناش، نوصلوا شينو ما تسالوناش، ما جيناش عندكم ما استعمرناكمش، ما كنتش حتبقاو نتوما مستعمريننا باللغه نتاعكم هذه. اذا تهضروا تقولوا اللغه هذه لغه القران، هزوها وديوها لبلادكم، اديوها لبلادكم وهي لغه، رجعوها مش غير لغه القران، رجعوها لغه تاع العالم كل في بلادكم. بصح حنا عندنا حنا هنا الجزائر اللغه الرسميه والوحيده اللي راح تبقى هي الامازيغيه، اللي حب حب واللي كره كره، اللي ما يحبش عنده ربع حيوط يضرب الدماغ ورا الربع حيوط نتاع لا بيس نتاع اللي راهو فيها، تاع البيرو اللي راهو فيه ولا في الدار اللي فيها. هذه نقولوها لكم ونعاودوها لكم، ونزيدو نقول لكم حاجه ونزيدو نحذروكم، نزيدو نحذروكم ونحذروكم، راهو مش راح يبقى فيها الماك هذا وحده هو اللي قاعد يناضل، باش نتفاهموا مليح، راح تولي الجزائر كامله ماك، باش نتفاهموا مليح، الجزائر كامله راح تولي ماك، باش نتفاهموا مليح، ورجعونا كل ارهابيين هاك الساعه، باش نتفاهموا مليح، ورانا ارهابيين، إذا باش ندافعوا على الثقافه نتاعنا وعلى بلادنا وعلى الهويه نتاعنا وعلى اللغه نتاعنا، رانا ارهابيين، ابه رانا ارهابيين، رانا ارهابيين وتزو معاهم. هذا ما كان، احنا ارهابيين في بلادنا، سيتو، هذا ما كان. احشموا شويه يا صاحبي، احشمي شويه يا امراه، روحي لبلادك ديري وزيره في بلادك وديري العربيه هذه قدسيها اذا حبيتي. مي عندنا احنا العربيه ما تكسيستيش، العربيه هي لغه استعمار، العربية لغة استعمار، العربية لغة استعمار، نعاودها لكم ثلاث فوا باش تفهموها. ونخيروا حنا اللغات نتاع المستعمرين اللغة اللي نحبوا نديروها حنايا، نحبوا نتكلموا الفرنسية واحد ما يسالنا، رانا في بلادنا، ما نقبلوا حتى واحد يعطينا درس في هذا الشيء هذا، ما نقبلوا حتى واحد يعطينا درس، خاطرش أول لغة اللي نتاع المستعمر هي اللغة العربية. حبيتو ولا كرهتو هذا ماهوش منظر 500 واش دخلتو على على على, على, على شمال افريقيا بالسيف وبالفلاش وبالقتيله والذبيحه ومنا. انتم الاولين، انتم كي تقولوا بلي الفرنسيه راهي لغه المستعمر، الفرنسيه جات من بعدكم خلاص، وين من انتم راكم الاولين. اذا كاين لغه تاع استعمار الاولى هي العربيه، هي العربيه. اذا كاين استعمار الاول هما العرب، هما العرب، سبحان الله العظيم. راح تزوروا التاريخ ولا واش؟ راح تزوروا التاريخ؟ التاريخ ما يتزورش. انتوما جيتوا في 500 واش باسم الاسلام كيما راهي دير دوكا دعش، علاه دعش تعيطوا لهم ارهابيين وانتوما تعيطوا روحكم فاتحين؟ علاش بوركوا؟ علاش تعيطوا روحكم فاتحين؟ ها وحت حنا دوكا نقدروا نفتحوكم، حتى حنايا نقدروا نفتحوكم دوكا، دوكا قادرين نفتحوا السعوديه ونفتحوا اليمن ونفتحوهم كامل ونرجعكم، نرجعوكم كل امازيغ. بصح حنا ما نفتحوا حتى واحد وما نحبوا حتى واحد يكون امازيغي، نحبوا حنا نبقاو امازيغ برك، هذا ما كان ما نحبوش الاخرين يكونوا، حتى انتم لو كنتوا تقولوا رانا امازيغ نقول لكم لا سمحونا انتم عرب، حنا نحترموكم كعرب، فيتو كل واحد في بلاده، نحترموا اليهود في بلادهم، نحترموا الفرنسيين في بلادهم، نحترم كل واحد نحترموه في بلاده. وحنا في بلادنا لازمكم نتوما ثاني تحترمونا. سمعتي يا مدام هذه سورية مولجي ولا مولجي ولا من راكي عندنا لهنايا غير مرغوب فيك، باش نتفاهموا مليح، غير مرغوب فيك انتيا ووزير التجارة هذا
والناس اللي تكره الامازيغ حتى حنا ما نشتيوكمش وما نحبوكمش وغير مرغوب فيكم، غير مرغوب فيكم. تجوني تقولوا لي اخ اكتوبه سيدي مخلونا فرنسا، يا خويا فرنسا رانا فرنسا حنا، ايه حنا فرنسا ايه، ومن بعد سالونا جيناكم لبلادكم نقعدوا في بلادنا ونكون رانا فرنسا، ها صح رانا يهود، ايه رانا في يهود اخويا، رانا في بلادنا رانا يهود، ما تسالوناش ما تسالوناش، حاسبونا داك ما تسالونا حاسبونا، حنا اللي نحاسبوكم، احنا اللي نحاسبوكم، نتوما من نهار من 500 واش وانتوما محتلين الجزائر، فرنسا ما راحت، الناس كون راحوا الرومان راحوا، بقيتو نتوما بقيتو نتوما لازمكم تروحوا سيتو، ما حبيناش نقول لكم تروحوا باسكو نتوما قاعدين تحشيونا بالاسلام بالاسلام بالاسلام، خلاص سي فيني دوكا فقنا بزايد دوكا، او راكم تعيشوا ترونكيل معنا وتحترمونا كامازيغ، والامازيغيه هي اللغه الرسميه والوحيده في الجزائر، ما فيها لا عربيه لا سيدي زكري، وكي نحبوا نديروا دوزيام لونغ مع مع نتاعنا حنا اللي نديسيديو ماكمش نتوما، وكي نحبوا نكتبوا لغتنا حنا الامازيغيه بالتيفيناغ ونكتبوها باللاتينيه ولا نكتبوها حتى بالعبريه، هذه شاننا حنا ماهوش شانكم نتوما، نتوما ما عندكمش كلمه عندنا حنا، لنا اللي حاب يتكلم يروح للسعوديه، اللي حاب يتكلم يروح لشبه الجزيره العربيه ويتكلم، ما تكلمش عندنا حنا، هنا حنا في الجزائر حرام، الشاوي حر، القبايلي حر، الدرقي حر، المزابي حر، الشنوي حر، الامازيغ حرام، ماكم نتوما راح تجيو تعطيونا دروس دوكا كيفاش نتكلموا ولا باش نديروا ولا تجيو قال لغة القرآن ولا لغة ما عباليش، لغة القرآن هزوها وديوها، ما قولكمش عطيوها لنا وما نحتاجوهاش، ما نحتاجوهاش نهائيا، وعمركم ما تنجموا تفرضوها علينا، واش وليتوا هذا يجيب هذا، هذا يجيب هذا وكل خطأ يخرج علينا، هذا يخرج علينا وزير التجارة، ومن بعد وزير الشباب والرياضة، ومن بعد انتيا، انتوما راكم أحفاد المستعمر. انتيا راكي حفيدة المستعمرين، لازمك تحشمي على روحك وتهزي فاريستك وديكاجي علينا قبل ما يجيك النهار وين ديكاجيوك، هذه هي الكلمة، إذا احنا جيو تتعداو علينا ما نخليوكمش، احنا ماناش دي راسيست كيما تقولوا، نو لو كان جينا دي راسيست انا خرجناكم صافي لونطون، وني با دي راسيست، راكم معانا تعيشين بصح احترمونا، احترموا البلاد اللي راكم تعيشوا فيها، احترموا البلاد اللي راكم تعيشوا فيها، اذا ما تحترموهاش حنا ثاني نوليو تكون عندنا هضره اخرى معكم ثاني، والله يا لو كان الجزائر تتخلط وتولي ما على باليش اكثر من ما على باليش واش كاين، ما نخليكمش تبقاو مستعمرين طول حياتنا، نو جينو غات فوزافي فارسيتي ليستواغ، ملي كنتم نتوما تكذبوا على الشعب ملي كنتم، حتى ولاو الناس تاعنا حنا بعد حرار امازيغ شاويه ولاو يحسوا غير واحد مع رب مساكن، حتى بسكره الناس كل ثم واش يقولوا البساكره الواد كيما اسمهم الصحراء كامل الامازيغ كاعد مساكن كحلان وكاعد حركتهم القيله حبوا ترجعوهم انتم مع رب ذراع، وعاد ما يحسوا غير واحد مساكن عرب حتى هما نتاع وهران، عاد يحسوا غير واحد مع عرب نتاع قسنطينه يحسوا غير واحد مع عرب مساكن مساكن ما يعرفوش باسكو خربطت لهم المخ نتاعهم بالاسلام وبمبادئ سقال وما نعرف واش هو والخرطي اللي راكم تهضروا به، لا بمبادئ لا والو، لا بمبادئ لا والو، بمبادئ يحب يكون عربي سي سون بروبليم الله يسهل عليه، هو امازيغي يحب يكون عربي نحكموا حنا نقولوا علاش يروح للعرب يكون امازيغ عرب، باش ما يتكلمش باسمنا حنا نو جيرو كرات، لو كان جا اليوم حاضر نقول له اسمع يا شيخ تكلم على روحك، حنا ماناش عرب تو دابور ما ننتميو حتى لواحد، حنا ننتميو للشعب الامازيغي وماناش مسلمين باش نتفاهمو مليح، نو جيرو كرات، الشعب الجزائر ماهوش مسلم، الشعب الجزائر فيه المسلمين فيه المسيحيين فيه اليهود فيه يهودي جزائري جزائري مسيحي جزائري جزائري، ما تجيش انا تقول لي انا لازم تكون عربي باش تكون جزائري، هذه ما كاينش من هذه، هذه تقولوها باسم الاستعمار، وي راكم مستعمرين عندكم الحق، مازلتو تهضروا بالشي هذا مع الناس المغفلين سيرتو صحاب نتاعنا نتاع الشاويه مساكن
اللي مازالوا مغفلين مازالوا يتكلموا. يجي واحد يقول يتكلم داك كاع تكلم بالعربيه، واش من عربيه نتكلم؟ انا ما نعرف حتى عربيه ومانيش عربي، انا ما نتكلمش بالعربيه خلاص، انا نتكلم بالدرجه اللي قاعدين نهضروا فيها. هذه عربيه هذه اللي كنت نهضر مع ساعه ساعه نهضر مع دي التلفزيون تاع العربي يقولوا لي ما فهمناش كيفاش تهضر خلاص. ديما ندخل يقول لي ودي سامحنا ما نفهمناكش، بوركوا؟ باسكو ماهيش عربيه. كي تقول لواحد جا الطوموبيل لا ولا الطاكسي، الطاكسي عربيه ولا الطوموبيل عربيه، ولا تقول له جا الكاميو، الكاميو عربيه، عربيه هذه. تقول واحد عطيني المشوار، المشوار عربيه. عربيه نتاعكم انتوما، روحوا تكلموها كيما بغيتوا، حنا نحترموكم، انتوما عرب نحترموكم كعرب، ما عندنا حتى مشكل معاكم. بصح طيحوا علينا ولا تحبوا بالعالي تحبوا كيما قال واحد تبقاو مستعمرينا، ما نخليوكمش، ما نخليوكمش، ما فيها لا ماك لا طاك لا ساك. الجزائر كامله تولي ماك هكا الساعه، بالشاويه بالقبائل بالتوارق بالمزابيين كيما راهم، نوليو كل ماك، ما كانش مشكل. واه سبحان الله العظيم، في بلادنا وتزيدوا تعفسوا علينا ولا واش؟ واه سبحان الله، احشموا شويه على عرضكم، احشموا شويه، كونوا شويه عندكم اون دينيتي يا صاحبي. انا عمري ما نجم نروح نقول انا شوي فرونسي، انا عمري ما نجم نقولها، جو با جو با فرونسي، جو الجيريان، ما نجمش نقول شويه اغرب، شو شو اغرب، سمحوا لي ونكذب على روحي. وتبقاو تكذبوا علينا، تبقاو تلعبوا لنا حنا اللعبات هذه نتاع الاسلام، حتى الاسلام راكم اقليه باش تكونوا في عمل في علمكم. انتم العرب اللي نتكلم معاكم، انتم في الاسلام راكم اقليه في الاسلام باش يكون في علمكم، لا ما تحشيوناش، ماكمش انتم اكثر من الفرس المسلمين، ماكمش اكثر مسلمين قد الاندلسيا، ماكمش مسلمين اكثر افغان ولا الشيشان، ماكمش ولا الباكستان، كل مسلمين واكثر منكم انتم، انتم اربع دول ولا اربع كما قال واحد، ما تحشيوناش خلاص احنا بزايد. هالمرة هذه انا نجاوبها، وان شاء الله اللي اذا قدرتوا بعثوا لها هذه باش تسمعها باش تحشم على عرضها. اللغه العربيه، اللغه العربيه اقريها انت في بلادك، روحي لبلادك وديري عليهم وزيره وديري واش بغيتي بها. حنا ما ندبروش علينا، حنا العربيه هذه ما نقراوهاش وما عندناش، ما نحتاجوهاش بكم، ما نحتاجوهاش، ما عندنا ما نديروا بها. العرب نتاعكم بعد يطيشوها في دبي، ما يطيشوها في السعوديه، يطيشوها في كل بلاصه يطيشوها، جايين حنا تحشيونا فيها، نبقاو ديما حنا نيفو اردوازو. حنا نقراو الفرنسي، نقراو لونجلي، نقراو اللغات الحيه هذه كامله نقراوها ونهضروها ونتكلموا بها. عندك حق كي تقولي بلي ما عدا التقارير والمحاضر الدوليه، باسكو العربيه ما تاكلش، العربيه اللغه نتاعكم فاشله. اي با ما تجيوش تفشلونا حنا بلغتكم، غتقولي بلي الامازيغيه افشل من العربيه، نتقبلوها راهي افشل من لغتكم، بصح لغتنا لغة جدادنا ولغتنا الامازيغيه ونتشرفوا بها، علاش تكون اللغه اللي ما واحد ما يتكلم بها؟ لغتنا، لغتنا. اللي ما عجبوش الحال من العرب هذو يروح لبلادو، سيتو، هذا ما كان، استشيبو هاو عندكم من روحو، روحو عندكم البترول، عندكم كلش، روحو سيتو. فوالا رجعت على هذه بالعالي باش نفهم هذا هذا وزيرة هذه الثقافة اللي جات باراكسيدون هذه، نورمالمون راهي وزير الثقافة ولا وزير الثقافة أمازيغي، أمازيغي لازم 80% تاع المسؤولين يكونوا أمازيغ، والرئيس أمازيغي. رانا في بلادنا ما تستعمروناش صافي لونطو، او دوكا او من 500 واش، من 500 واش وانتوما تاكلوا في الغله وتسبوا في المله، وكي نتكلموا تقولوا راكم عنصريين. نعم رانا عنصريين والله. الي خليكم ان شاء الله من بعد نرجع لكم. الشاب حقو والكهنه الغلايه تاع الشاويه.